دورة. أولا كتعرف واحد الإقبال كبير جدا، لأن كان ما يفوق 222 رامية ورامي اللي غادي تباراو في الأصناف الأولمبية ديال التراب وسكيت. فيها كذلك عدد الدول المشاركة، فيها 23 دولة اللي كتمثل القارات اللي فيها المدارس المعروفة عالميا بالنسبة للرماية الرياضية: آسيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية، إفريقيا. وهذا اللي كيجعلها على أن الإقبال كيمثل تقريبا ثلاثة أضعاف مقارنة مع الدورة ديال 2018. هذا راجع لعدة اعتبارات. أولا النجاح ديال الدورة الأولى اللي كانت هناك بطبيعة الحال يعني أخبار تتناقل ما بين الرماة والأبطال، واللي جعلها لأنهم كان إقبال كبير على هذه الدورة. وثانيا الفترة الزمنية اللي اختاريناها اللي غادي تكون مباشرة قبل المباراة التأهيلية للألعاب الأولمبية ديال 2020 في طوكيو، وده اللي كيجعل لنا عدة أبطال يعني غادي يشاركوا في هذه المباراة. والأبطال المشاركين فهما الأبطال اللي عندهم باع طويل ولهم بطبيعة الحال هم من العيار الثقيل، بحيث أنهم حاصلين على ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، على كؤوس العالم وعلى بطولة العالم وقارية. وهذا اللي كيجعل أن المنافسة غادي تكون قوية جدا ما بين كل هاد الأبطال للفوز بهذه الدورة ديال 2019. اللي كاين كذلك وهو ان المواصفات ديال هذه المباراه غادي تكون مواصفات اللي هي نفس المواصفات ديال الالعاب الاولمبيه، يعني كيتم اولا التساوي ما بين الذكور والاناث بالنسبه للتضاريح ولعدد الصحون 125 كيفما كان اناث او ذكور، خلافا لما كان معمول به في السابق وهو 75 للاناث و 125 بالنسبه للذكور. والخاصية الثانية بالنسبة لهذه المواصفات وهو أن تم إدماج المباريات المختلطة ذكور وإناث في نفس المباراة، يعني فرق كتكون مكونة من ذكور وإناث في نفس المباراة. إذن هذا يجعل على أن هذه المباراة غادي تكون يعني شيقة وفيها تنافسية كبيرة. وأريد أن أشير كذلك إلى أن هذا النادي يعني تم الاعتماد ديالو قبل بضعة أيام، يعني كنادي فيه كل المواصفات الدولية لاحتضان المباريات الدولية اللي كتعقد تحت المواصفات ديال الاتحاد الدولي للرماية الرياضية. وهذا اللي كيجعل أن هذا النادي تم اعتماده لاحتضان الألعاب الإفريقية ديال شهر أغسطس المقبل اللي غادي تكون في بلادنا. وفضلا عن ذلك إدماج الرماية الرياضية في هذه الألعاب الإفريقية غادي تكون ألعاب مؤهلة للألعاب الأولمبية. لأن هذا اللي كيجعل على أن احنا كنتقدموا يعني بشيئا فشيئا، ونتمناو على أن الأبطال المغاربة كذلك يكونوا بفضل الاحتكاك وبفضل يعني هاد المنافسة القوية جدا أنهم كيكتسبوا الخبرة لتمثيل المغرب أحسن تمثيل. شكرا. Okay, we are very, very happy as the Italian president and the Italian Olympic team to stay here in Morocco. Fantastic organization, big event. The second edition is really great. 23 countries, the best shooters around the world are in Morocco now. Our Olympic team, our Olympic champion are here. Very good. This is start for the new season, important. And we start from Morocco. We are so happy as Italian, also as a sportman. And thank you to Morocco and thank you to Morocco Federation. احنا سعيدين مشاركين في هذه البطولة، هذه السنة الثانية اللي نشارك فيها. طبعا البطولة كبيرة، ونشكر الاخوان على حسن التنظيم. طبعا الميادين عالمية، واحنا حرصنا على مشاركتنا في هذه البطولة لان سنة 2019 سنة مهمة فيها البطاقات، راح تمنح بطاقة التأهيل لأولمبياد طوكيو، والبطولات العالم راح تبدا ان شاء الله بعد شهرين. فمشاركتنا في البطوله هذه هي استعداد للمشاركات. والشيء الثاني المهم فيها انها البطوله هذه قدرت انها تجمع الكثير من الرماه العالميين في هذه اللعبه، وان شاء الله نتمنى لرمات العرب التوفيق في هذه البطوله، ونشكر الاخوان هنا في المغرب على حسن التنظيم. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.